يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل مقيم في بلاد الكفر وينقل الخمر والخنزير للكفار فقط، فما حكم فعله هذا؟ إيش؟ رجل مقيم في بلاد الكفر وهو مسلم، هذا الظاهر. إيش؟ المسلم لا يعين الكفار على المحرمات، لا يقدم لهم الخمر ولا يقدم لهم لحم الخنزير، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.